بأولى فقراتنا الصباحية حنفرد للمساحة القانونية. اليوم أي حدا فينا بيمرق بالشوارع عم نشوف أطفال من أعمار مختلفة عم تكون كانت على إشارات المرور، إن كانت ضمن محلات عم تشتغل بعمر كتير صغير. هذا العمر مفروض يكون بالمدرسة، مفروض يكون بين أسرة عم تأسسه نفسيا وجسديا بشكل كتير صحيح كرمال بس يكبر يقدر ينتج بالمستقبل، ولكن للأسف يجوز اليوم كرمال ما نحط الحق على الأهل بشكل مباشر. ظروف الحياة، الظروف الاقتصادية عم تجبر بعض العائلات على تشغيل هذا الطفل وأنه يطلع من المدرسة، ولكن اليوم القانون السوري كان له نظرة خاصة ضمن هذا الموضوع. يا ليلى، تماما يا رشا، والأطفال اليوم بحاجة لرعاية معينة ورعاية مضاعفة سواء ضمن الأسرة أو من العوامل الخارجية. لهيك اليوم القانون حدد مجموعة من القواعد والضوابط لحماية هدول الأطفال. اليوم ضمن فقرتنا القانونية رح نناقش قانون حماية الأطفال ضمن الفقرة رقم 18، قانون حماية الأطفال رقم 21 اللي صدر بالعام 2021 مع الأستاذ المحامي نضال الحمصي. سعد صباحك أستاذ. سعد صباحك. أهلا. صباح الخير أستاذ نضال. اليوم عم نحكي عن واقع للأسف يعني نفسيا نحن حتى لو صحيح. ما بنعرف هذا الطفل متأثر، متمنى يكون بمدرسته بين عائلته بين أسرته، ولكن اليوم الظروف عم تحكم بعض العائلات. بداية خلينا نحكي عن اتفاقيات حقوق الطفل، هل اليوم سوريا وقعت هي الاتفاقية وشو أهم الالتزامات اللي التزمت فيها؟ هلا بداية أكيد الحكومة السورية وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ب 21 كانون الثاني بسنة 1993 وصادقت عليها بشهر آذار كمان من نفس العام، وأكيد بناء على توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها التزمت الحكومة السورية بالعديد من الواجبات تجاه الأطفال اللي بتتضمن من حمايتهم من جميع أشكال التمييز سواء عنصري أو المذهبي أو أي نوع من التمييز، إضافة للحقوق الصحية والرعاية الصحية والطبية، والتأكيد على موضوع أنه الأسرة هي النواة الأساسية بالمجتمع، وهذا شيء منصوص عليه ضمن الدستور. بالإضافة لمنح الأطفال الحق بتقرير مصيرهم بأمور حياتهم الأساسية، فكثير من الالتزامات ضمنتها، وإضافة إلى أنه عم يطبق هالمواضيع هي سواء ضمن قانون اللي ذكرته وتفضلت فيه رقم 21 عام 2021 أو سواء بالقوانين أو حتى مثل ما قلت لك بالمرسوم بالدستور الجمهوري، إضافة إلى بقية القوانين والمراسيم الجمهورية الأخرى منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات إلى آخره. تمام. صدر القانون 21 لعام 2021 بحماية الطفل وتضمن عبارة المصلحة الفضلى للطفل، خلينا نحكي شو المقصود بهي العبارة. هلأ هي المصلحة الفضلى هي لما نص القانون عليها هي تعبير قانوني بنص على أنه جميع الإجراءات أو القرارات اللي ممكن تتخذ هي تهدف بداية لحماية وتأمين الحماية والرفاه لصالح الطفل سواء من جميع النواحي التعليمية والإنسانية والثقافية وتنميته اجتماعيا ومعنويا ليكون فاعل أو فرد فعال بالمجتمع. نعم. طيب أستاذ نضال، وقت منقول قانون وحقوق، طالما ذكرنا نحن القانون فعم نذكر أمامه حقوق إن كان أطفال إن كان كبار، دائما القانون وضع لحماية الأفراد في المجتمع. اليوم شو أهم الحقوق اللي خلينا نقول التزم فيها الحكومة للأطفال أو شو بيلزمه؟ تمام. أهم حقوقه هلا إجمالا هو القانون بيعد القوانين إجمالا هي بس لتنظيم العلاقات بين الأفراد إضافة لحمايتهم في حال الخلل. عم نحكي ضمن قانون 21؟ لا، بقانون 21 تضمنت بداية حماية الأسرة والتأكيد على الأسرة، إضافة للتأكيد على الرعاية الصحية للأطفال سواء من مرحلة الحمل والولادة وما بعدها لحين بلوغ وإتمام السن 18 سنة وسن البلوغ، إضافة لإلزامية التعليم اللي نص عليها القانون مع كمان وضع الضوابط اللي لازم يعالج فيها المسائل القانونية اللي ممكن يقوموا فيها الأحداث في حال ارتكابهم أي مخالفة أو جرم،
وحتى حماية قانونية، حتى إلزام الأهل أو تجريمهم في حال تسريب الطفل من المدرسة بعمر معين. تماما. إلزامية التعليم لحد التعليم الأساسي وجعله مجاني كمان، فكتير أمور تضمنها قانون 21، ففعليا هو عم يتطبق لو بشكل نسبي. نعم. بس لا فعليا عم يتطبق، سواء من إنزامية التعليم ومجانيته، سواء حتى تخيلي لما الأهل بيمتنعوا عن إرسال أطفالهم على المدارس ممكن يتلاحقوا قانونيا عقوبات، يعني من ناحية قانون عقوبات يتلاحقوا بيتم إنذارهم عن طريق المدرسة. قانون صدر يعني اليوم هدول الأطفال حقهم يكونوا ضمن صفوف إجمالا هو القانون عم يشمل كل النقاط أو المواضيع اللي كانت موجودة ببقية القوانين الأخرى، يعني مثل ما قلت لك في شيء موجود بقانون الأحوال الشخصية، في شيء بإلزامية التعليم، في شيء موجود بقانون العقوبات، إجمالا مثل عملهم جمعهم ضمن دفتي كتاب واحد. تمام. طب اليوم استاذ، عمالة الأطفال حسب القانون انه تحت عمر ال 15 ممنوع اي طفل انه يشتغل. صحيح. بعد سن ال 15 ممكن الطفل يشتغل، لكن هل في ضوابط انه اليوم هذا الطفل بعمر ال 15 كمان لساته صغير على الشغل، لكن في ظروف احيانا في بعض الاهالي بيضطروا لحتى انه هذا الطفل يشتغل، اليوم في ضوابط لهم من آلية العمل من حيث الناحية الجسدية والنفسية؟ اي اكيد. أنستي بدي أقول لك إنه القانون كمان تضمن مثل ما تفضلتي إنه يمنع عمل الأطفال تحت سن 15 سنة، وحتى في حال إنه نزلوا على سوق العمل ضمن ضوابط بحدد الوزير بداية المهنة اللي ممكن يشتغلوا فيها، بشكل إنه ما تضر بصحتهم لا الجسدية ولا النفسية ولا حتى المعنوية، ما تأثر نتيجة العمل اللي عم يقوموا فيه. إضافة لأنه قانون العمل كمان يتضمن تحديد ساعات العمل بحيث ما تتجاوز ساعات العمل باليوم الواحد أكثر من 6 ساعات، بتخللها فترات راحة وطعام وبما يعني بحيث أنه ما يستمر العمل متواصل مدة تتجاوز 3 ساعات يعني بشكل متصل. فإضافة لهيك اشتراط على رب العمل يكون واضع التعليمات وساعات العمل، تعليمات وحقوق الطفل العامل ضمن مكان واضح، إضافة لأنه ما يتم تشغيلهم بأيام الأعطال أو الأعطال والأعياد، ولا ساعات إضافية ولا بأعمال إضافية أخرى ولا العمل ليلا كمان. ففي كتير شروط تضمنها، إضافة إلى أنه ضرورة تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية بالمحافظة اللي هن موجودين حتى فيها. حتى هنن بهذا العمر أستاذ نضال يعني؟ تماماً. يعني حتى تماما. تحت السن القانوني ملزم اليوم رب العمل يسجل هذا الطفل؟ طبعاً إجباري بنص القانون ملزم بأنه يسجل هالطفل. كيف يعني أنت أعطيتي سماح أنه يعمل بسن بعد ما أتم ال 15 سنة؟ نعم. وبدون ما تسجلي بالتأمينات، يعني في حال حدث إصابة عمل أو أي شيء تاني هون بيتم تعويضه بما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية. طب في حال ما التزم رب العمل أو حتى الأهل بهي الضوابط من حقوق الطفل وخصوصا بالعمالة، اليوم شو عقوبة هذا الشخص؟ هلا بصراحة العقوبة عم تكون في حال ما التزموا سواء رب العمل أو الأهل تشغيل هذا الطفل بأعمال مجهدة أو أعمال مخالفة لما تضمنه قرار وزارة، أو ما تم إبراز شهادة صحية من طبيب مختص بصحته الجسدية وإمكانية أدائه للعمل المطلوب منه، إضافة لأنه لازم تكون هي سنوية هي التقرير الطبي يتأخذ، هدول الحالة أو عمله ساعات إضافية، هي الحالات تتضمن غرامة من 100 إلى 300 ألف، إضافة للحبس من شهر لثلاث أشهر ممكن تتضمن. هلأ في غرامة، في عقوبات تانية في حال رب العمل ما سجل العامل بالتأمينات الاجتماعية، فالعقوبة عم تكون غرامة بس 50 ألف. هو بتهربوا من موضوع الضرائب وهدول الإجراءات الروتينية دائما، ولكن عنا أيضا أطفال، فئة من الأطفال خلينا نقول هنون من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم مشاكل الجسدية والعقلية، وعم نشوف بعض ولكن بنسبة كتير قليلة أيضا عم يتم تشغيلهم في بعض الأماكن. اليوم هل القانون السوري يعني نص على نفس الحقوق لهدول الأشخاص من هي الفئة؟
هلا اجمالا القانون السوري وضمن القانون من مرسوم 21 عام 2021 ضمن بدايه انه اعتبار الطفل المعاق يتمتع بكافه الحقوق اللي بتمتع فيها الطفل السليم، والزام الجمعيات والنوادي وخلافه اللي ان يلي عندها نشاطات انها تكون مهيئه هالنشاطات للاشتراك الاطفال المعاقين ضمن هالنشاطات. اضافه لهيك منح القانون، شفتوا في قانون كمان هو سابق ورد طلع تعديل له، قانون حمايه المعاقين. نعم. ضمن ميزات معينه للمعاقين، من ضمنها ممكن امتيازات او تخفيضات رسوم معينه بالنقل وغيره، وحتى ممكن استيراد سيارات ضمن مواصفات معينه. فالقانون السوري بدايه حمى المعاق وحاول وسعى لانه الحد من حالات الاعاقه، واشترط على زياده حالات الوعي بال وكيف ممكن يتم الاعاقه او تفاديها. يمكن هدول يعني الاطفال يعني خلينا نقول من مبدا الانسانيه والحرام انه يكونوا ضمن سوق العمل يعني، واستغلال اي استغلالهم بسوق العمل كرمال الماده يعني، لانه اساسا بحاجه لرعايه خاصه، ممكن بحاجه يكونوا بمراكز متخصصه بالدوله. اذا بتلاحظي يعني مأمنه مثل مؤسسات خاصه اضافه لجمعيات سواء أهلية أو منظمات عم ترعى هالمواضيع هاي. بس يمكن اليوم الظروف الاقتصادية أستاذ اليوم يعني عم للأسف تفرض على العائلة يعني يعني اليوم الأب ولا الأم، ما في أب أو أم بيكون مبسوطين وقت ابنهم بيكون خارج المدرسة وبالشارع عم يشتغل، إن كان عم بيع مسكة أو علكة أو حتى بمحل تجاري يعني. ولكن اليوم الظروف صعبة على الجميع، ولكن هدول بالنهاية أماني ورسالة مفروض نحن نقدر نحافظ ونوصلها بالشكل الصح. صحيح صحيح استاذي، اذا يعني عندك فكره حتى في ضابطه عدليه خاصه او شرطه خاصه للاطفال يعني، وبشرطوا وجود العنصر النسائي كمان ممكن متوفر فيها يعني. انا مره اجتمعت بشخص شكله عم يحاول هيك كان يستفيد من الاطفال وعن سواء عن الاشارات او هيك، فعم يحكي لي انه اجوا واخذوا الاولاد هذول الشرطه تابعه للشؤون الاجتماعيه والعمل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل وحطوهم بمركز رعايه يعني، لانه لقوه غير صالح ل يعني رعايتهم او يعني غير كفو. الاب طبعا عم نحكي عن الاب. الاب تماما في كثير نماذج استاذ اليوم يعني هي صايره على ارض الواقع يعني، ما والله عم رأي او شيء لا، بس فعلا انا صارت معي القصه. جميل عم يخبرني شو صاير معه وشو تصرف. قلت له انت مسيبه يعني، كان في غلط من جهته يعني، هو صحيح. فالحمد لله، ونتمنى يكون فاعل دور الوزاره اكيد بشكل واضح اكثر يعني. هلا الحالات اللي بتشوفيها سواء بالساحات او على الاشارات او باماكن معينه عم يستجدوا مثلا المساعده او بيع او الى اخره، بيع اشياء بسيطه يعني. هلا ممكن مثل ما تفضلتي هو لحاجه ماديه من الاهل، بس كمان ممكن في حدا عم يستغل كمان الاطفال يعني. صحيح هذا يعني. مو شيء لانه جديد نتيجه بس الأزمة الاقتصادية أو العقوبات المفروضة على بلدنا يعني، هذا الشيء كان موجود مع أنه هلأ ممكن إلك زاد أكثر بنتيجة الوضع الاقتصادي. عم نشوفهم بكثرة للأسف بهي الفترة. صحيح صحيح، فنحن بهالظروف تحديدا نحن بحاجة لتفعيل دور الشرطة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الضابط العدلية التابعة لهم لحماية الأطفال، وعادة يعني هي الغاية أنستي أنه هن اصلاحهم واعاده تاهيلهم وتجهيزهم لاعاده اندماجهم بالمجتمع يعني. طيب. احنا مو الغايه اليوم عقوبه او شيء. ذكرت حضرتك يعني مصطلح جدا مهم وهو الاصلاح. طبعا. ودائما بالطفل يعني جزائيا في شيء بالقانون اسمه مفهوم الاصلاحيه، خلينا نتوسع فيه. اليوم مو كل طفل دخل السجن بعمر الاحداث عم يطلع مهيئ بمهنه بحرفه، عم يدرس متخرج من مثلا دارس تاسع دارس بكالوريا يعني. اليوم هو السجن ايضا اصلاحي وليس حبس للحريات يعني. خلينا نحكي بهي النقطه، العداله الاصلاحيه. هلا العداله الاصلاحيه هي اجمالا بتتضمن كل القرارات، كل القرارات او الاجراءات او التنفيذات يعني الاجراءات التنفيذيه اللي ممكن يتم بحق القاصر، بحيث انه تحميه وتحاول مثل ما خبرتكم هي اصلاحه وتاهيله واعاده دمجه بالمجتمع، هي غايتها الاساسيه. هلا كقانون هو حمى الطفل من ناحيه المسائله الجزائيه يعني، بحيث انه الطفل تحت سن العشر سنوات
لا يلاحق جزائيا. هي ناحية كثير مهمة. بعد العشر سنوات بقى لغاية سن البلوغ، فبهيك حالة صار في تدريج للعقوبات يعني لإله عم تكون، فخفف له العقوبات بشكل واضح، يعني سواء عقوبة الإعدام ممكن تكون أخف، يعني جرائم ممكن عقوبتها الإعدام عم تكون أخف، بحيث إنه عم تكون عقوبتها ما بتتجاوز يمكن 12 سنة، إضافة لعقوبات حجز الحرية يلي مؤبدة عم تكون لمدة العشر سنين إلى آخره. فالفكرة هون إنه عم يكون هو غاية الإصلاح، من جملة الإصلاح عم يكون إنه ما مثلاً يوضعوا القاصر مع اللي ضمن إجراءات المحاكمة مع المحكوم، ولا ويفصلوا القاصرين عن البالغين، إضافة لأنه يحددوا مثلاً أماكن حجزهم حسب نوع الجريمة أو فعل المرتكب من قبلهم، يعني فراعى ظروفهم بداية، راعى حالتهم النفسية، العمر، سن المراهقة. اليوم بهذا السن اليوم الشاب ممكن يعني يعمل أي شيء بدون ما بيمتلك الوعي والثقافة، إذا ما كان في وعي ما كان يعني في رادع أو اهتمام الأهل عندهم. يعني ضمن مراكز الإصلاح عم يكون في تعليم مثل ما تفضلتي، عم يكملوا ياخذوا شهاداتهم، ممكن عم يتعلموا مهنة، يطلعوا معهم مهنة، عم يطلعوا. فهالمواضيع كتير كان غاية من القانون لما أحدثوا، هو مو عقوبة القاصرين، يعني قاصر اللي عم يرتكب هو مو بكامل إدراكه، والقانون مثل ما خبرتكم عم يحاسبه مثله مثل البالغ، وبنفس الوقت هو الغاية لأنه هذا لسه مستقبل قدامه، هو الغاية ما عم يدرك الشيء اللي عم تأهيله. بيسوي تماماً. اليوم أستاذ كمان في بعض المناطق لا زالت بسوريا زواج القاصرات، كيف نظر القانون السوري لهذا الموضوع؟ تمام. هلا زواج القاصرات هذا ذكروا القانون حماية الأطفال، بس تركوا مثل بدك تقولي أكثر لموضوع هالموضوع لقانون أحوال الشخصية، بحيث هلا القانون اشترط إتمام سن البلوغ لقبول إجراء عقد الزواج، إلا في حالات معينة، في حال رأى القاضي الشرعي إنه أهلية هالقاصرة أو هالقاصر ممكن يكون للزواج، لأنه بتعرفي يعني بده يشوف يعني بيتحمل جسمه الزواج أو لا، لساته قاصر صغير. طبعا حتى قانون أحوال الشخصية كتير كان مشدد يعني، وترك صلاحية فقط لقاضي الشرعي الأول أو قاضي الأول بالمنطقة أنه النظر بموضوع الزواج مع فارق العمر الكبير، يعني في حيث كانت قاصر أو حتى لو كانت بالغة بس في فرق عمر كبير، ممكن 30 سنة أيام عم يكون يعني أو أكثر، كتير منع يعني وحاول يشدد بهالمواضيع هي، إضافة لأخذ موافقة الولي يعني. يعني هلأ بتعرفي معلومة، هلأ ما عاد بيقدر الفتاة يتزوج بدون حضور الأب، يعني حضور الأب وموافقته فوق السن القانوني، في حال رفضه الأب بده معه 15 سنة، عفوا 15 يوم لأبداء أسباب اعتراضه على الزوج اللي متقدم لبنته. في حال ما أبدأ أسباب مقنعة على القاضي، هو وقت القاضي بيكون هو ولي الزوجة وبيتمم إجراءات الزواج. فلا القانون كثير عم يكون يعني سلس ومرن اليوم، يعني وحامي للحقوق بصراحة يعني. يعني بتتصوري بيقولوا حتى يعني أنا في كثير مواضيع، نحن المشكلة إنه ما عندنا وعي قانوني سواء للقاصرين أو للنساء، يعني بيقولوا لك أحيانا أنه قانون ظلم المرأة، هو لا بالعكس، يعني إذا في مين درس القانون بيقول لك أنه لا، قانون كان واقف مع المرأة لسه بمواضع، لأنه هي بتكون أحيانا نتيجة الظروف الاجتماعية المحيطة فيها والعادات والتقاليد يعني تكون الحلقة الأضعف، مجتمع الشرقي يعني دائما بيفرض، فالقانون حب يكون واقف معه ليحمي له حقوقه. طيب أستاذ نضال، خلينا نرجع لمحور فقرتنا لليوم وهي الطفل والطفولة. اليوم عم نشوف على السوشيال ميديا استغلال كتير كبير للأطفال كرمال الترويج لإعلان ما، لمنتج ما، لأي شيء ما. كيف نظر القانون لهذه النقطة؟ هل حمى الطفل؟ تماما. هلا بداية قانون حمى الطفل من استغلاله أو استعماله سواء بالأعمال الفنية أو الإعلام أو الإعلانات بطريقة ممكن تمس كرامته وتأثر عليه نفسيا، فبهالحالة هاي ناحية. الناحية الثانية كمان فيكي بذكر لك أنه كمان منع المسارح أو السينمات أو دور العرض لإدخال القاصرين
في حال كان الفيلم أو المسرحية اللي عم تنعرض غير مخصصة للخاسرين. وبهالحالات عم يكون العقوبة يعني من شهر لثلاث شهور وبغرامة من 100 ل 300 ألف ليرة سورية. إضافة لها ممكن كمان حماهم من دخول صالات الانترنت وخلافه من وألزم أصحاب صالات الانترنت بأنهم يمنعوا ويحدوا دخول الأطفال أو يمنعوا دخولهم المواقع الإباحية أو المواقع المضرة أو ممكن يتحرض على العنف والكراهية. فهذا قانون كثير كان واضح وصريح فيه تماما لأنه الأطفال بحاجة حماية بهذا العمر يعني. طيب استاذ هيك بسؤال اخير، اليوم اذا بدنا نحكي عن الحمايه القانونيه وكثير اشخاص بتقول انه اليوم هذا القانون يعني 100% ما عم يتطبق لانه في ناس في غموض بهذا الشيء، اليوم انا عم شوف لفرضا جيراني او جاري هذا الطفل ممكن عم يتعرض لعنف، ممكن عم يشتغل شيء اكبر من عمره، هو الطفل بيقدر يروح يشتكي؟ اكيد بهذا العمر ما بيقدر، لاي درجه اليوم هذا القانون عم يتطبق؟ هلا عزيزتي هذا القانون هو المشكله مو بالقانون، القانون موجود واضح وكثير عظيم يعني اذا بتنظريه وبتقريه، بس الفكره مثل ما تفضلتي هو بتطبيق هالقانون. يمكن نتيجه الظروف اللي عم نمرق فيها نحن بحاجه انه يتم تفعيل دور وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمال. هي موجوده على الارض وحتى في نص القانون على هيئه السوريه حمايه الطفل. هي موجوده وعم تعمل على الارض، بس نحن نتيجه غزاره عمالة الأطفال ممكن اللي عم تتم نتيجة الظروف الاقتصادية واللي عم يمرقوا فيها الأهالي أو العائلات، عم يكون في شوية صعوبة للحظ كل الحالات اللي عم تتم. فيمكن نحن بيجوز بحاجة لزيادة الوعي بداية، إضافة لزيادة ممكن الكادر أو الإجراءات تكون يعني حتى لما ممكن يتم أي إجراء يتم نشره ممكن على الإعلام أنه هذا الموضوع مثلا تم توقيف والد الطفل نتيجة تسيبه أو إهماله أو يعني على مبدأ خلية تكون درس وعبرة لكل شخص يعني ما تعظ من المراسيم وكثرة التشريعات اللي عم نسمع فيها. أستاذ نضاء الحمصي نورت صباحنا لليوم، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتها، وبالنهاية مثل ما بلشنا مقدمتنا هذا الطفل هو أمانة عنا كرمال نحن ورسالة للمستقبل. شكرا لحضرتك. شكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتها، أكيد بنتمنى السلام والأمان لكل الأطفال. شكرا جزيلا.